أما هلأ سلمى بننتقل لمحطتنا التالية، رح نخصص فيها ونحكي فيها عن صناع الريادة والدورات التدريبية اليوم، لا يمكن كيفية التعامل مع الكوارث والحوادث. عم نشوف دورات تدريبية اليوم كتير لتأهيل كتير من الأشخاص، لأنه يمكن بالفترة الأخيرة عم نتعرض لكتير من الحوادث. صحيح. نوعا ما عم يكون في تفاعل أكبر من خلال هي الدورات التدريبية لكل الشباب السوري على الأرض. صحيح نور، وهي الدورات والورشات يلي عم تنعمل طبعا لقت صدى كتير كبير، وخصوصا بين المتطوعين ومن مختلف الفئات العمرية، حتى نتعرف أكثر على مؤسسة صناع الريادة ومجالات خدمتها وأيضا الهدف من الدورات. معنا ضمن استوديو صباحنا غير الأستاذة ريم شيخ حمدان، رئيسة مجلس الأمناء في مؤسسة صناع الريادة، والأستاذة هبة أحمد متطوعة. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. أستاذة ريم، خلينا نحكي معك بالبداية، نعرف الناس أكثر عن صناع الريادة، شو هي الاختصاصات الدورات التدريبية؟ مؤسسة صناع الريادة مؤسسة معنية برواد الأعمال، بالأصل معنية برواد الأعمال، اكتشاف أصحاب الأفكار الذكية، تبني هاي الأفكار بكل المجالات إلى أن انضاج الفكرة وانضاج الشخصية لوقت ما يصير رائد الأعمال قادر على إدارة مشروعه ليتم تشويكه مع مستثمرين أو مع بنوك، ممكن نساهم معه بالإدارة التنظيمية والإدارية والمالية لإنشاء وإحداث وتأسيس هاي الشركة الناشئة اللي رح تكون ذات معايير ريادية ضمن سوريا، تم اعتمادها من قبلنا بمعايير أولى بتحمل طابع إبداعي، فكرة جديدة على سوريا بيجوز نطبقها بكل دول العالم، ولكن اليوم عم تحاكي الواقع السوري قابلة للتطبيق ضمن سوريا، إلى جدوى اقتصادية، إلى جدوى مجتمعية بتخلق فرص عمل. هذا أحد أهم المجالات اللي بتشتغل فيه المؤسسة، عدا عن أنه نحن عم نشتغل على بناء منظومة فكر ريادي مستدام. طبعا اللي كنت بدي أحكي بالنسبة للأفكار لازم تكون الفكرة مستدامة ذات طبيعة حيوية قابلة للتوسع والتطوير. الخط الثاني عم نشتغل عليه هو بناء منظومة فكر ريادي مستدام، عم نشتغل على تدريب ريادي للباحثين عن فرص عمل، عم نشتغل على تدريب ريادي للداخلين الجدد إلى سوق العمل. هذا الخط الأساسي للمؤسسة، ولكن اليوم المؤسسة كونه صار الزلزال وصارت الكارثة وتحولت جميع المؤسسات والجمعيات اللي تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المعنية بالقطاع المجتمعي والأهلي. صحيح. إلى خط الإغاثة، حبينا ناخذ خط بريادة بعيد عن أي خطوط عم ينشغل عليها، قلنا أنه نحن الإنسان دائما هو اللي نحن بحاجته لنميله التوعية الموجودة عنده حتى يكون قادر هو يتعامل بشكل سليم مع أي كارثة طبيعية أو أي عمل تخريبي مفتعل، لازم يكون هو نفسه قادر أنه يتعامل بشكل سليم وصحيح إلى الحد الأكبر على بين يحيي أو ينقذ روحه وينقذ أرواح الأشخاص اللي حواليه عبال ما تجي الجهات المختصة. أخذنا خط الدفاع المدني باتفاقية مع الإدارة العامة للدفاع المدني، بشكور سيادة اللواء صفوان بهلول مدير الإدارة العامة للدفاع المدني على التعاون وتسهيل التدريب بكافة المديريات الدفاع المدني بالمحافظات وقبول التدريب للمتطوعين اللي ضمن المؤسسة والمتطوعين اللي حابين من المجتمع المحلي الشعبي والقطاع الأهلي أنه يكونوا متواجدين رديفين للدفاع المدني. فقمنا بإنشاء دورات تهيئة فرق إنقاذ إسعاف إطفاء بتتضمن جميع الراغبين المندفعين المتحمسين، بتأطر جهود الشباب اللي حابين يكونوا رديف للدفاع المدني بهي الأعمال لحتى يكونوا جاهزين لأي عمل لا سمح الله صار فيما بعد. نحن بنعرف اليوم مديريات الدفاع المدني عندها خبرة كتير كبيرة. صحيح. المصدر بالمعلومة هن كتير قوي عم بيكون نتيجة التجارب اللي مرقت عليهم، خلينا نحكي بآخر 13 سنة من التعامل مع الحالات الإرهابية كانوا رد الدفاع بالعمل، بالإضافة للقصف الإسرائيلي يكونوا موجودين فيه، بالإضافة لأعمال الحرائق اللي صارت اللي شفناها التخريبية اللي كانت من سنتين ونحن جايين، بالإضافة للكوارث الطبيعية وآخر الزلازل اللي كانوا متواجدين فيه. صحيح. يعني هون انطلقت فكرة أنه يصير هذا التعاون مع مديريات الدفاع المدني وتدريب أكبر قدر ممكن من الشباب المتطوع والجاهز والمندفع لحتى يكون رديف للدفاع
الدفاع المدني وجاهز لحتى يعلم نفسه بمعلومات يكون قادر فيها على إنقاذ روحه، إنقاذ أرواح البيئة المحيطة فيه، على الأقل بمكان ببيته، بمكان عمله، بجامعته، بمكتبه، بأي مكان يكون موجود فيه يكون عنده آلية السلوك والتعامل السليم والصحيح مع الحادثة أو الكارثة الموجودة بين إيديه. يعني هذا شيء كتير مهم، وأنت حضرتك عم تحكي كنا عم نشوف مشاهد، ما زلنا مستمرين عم نشوف مشاهد من بعض مقتطفات الدورات التدريبية يلي عم تنعمل طبعا مع الدفاع المدني. وبدي انتقل لعندك هبة، أنت متطوعة ضمن المؤسسة، خبرينا عن تجربتك الخاصة وخصوصا ضمن مجالات الدفاع المدني والغاية اللي خلتك تنضمي لهذا الموضوع. صباح الخير. بداية الغاية كانت دافع الإنسان، وخصيصا بالحرب اللي مرت على سوريا كنا كشباب حابين نكون رديف ومساعد للدفاع المدني، لكن ما كنا نلاقي الإطار الصح ليأطر جهودنا ويأطر طاقاتنا لنتعامل بالشكل الصحيح مع أي كارثة تصير. وخصيصا نحن ممكن هاي الكوارث تصير بالبيت أو بالعمل، أو مثلا أنا كالكارثة اللي صارت تفجير بعملي، يعني تفجير القصر العدلي، أنا كمحامية كنت كتير حابة ساعد، بس بما أنه ما عندي هاي الخبرة الكافية والصحيحة أنا حسيت بالعجز. خلال هاي الفترات حاولت أدور على منظمات أو مراكز تعمل هذا الشيء، للأسف ما لقيت الشيء الصح. كارثة الزلزال أكثر شيء هي اللي يعني خلت هاي الجهود تظهر حالياً. بالنسبة إلي أنا لقيت قريت هذا البوست تبع مؤسسة صناع الريادة ومباشرة سجلت فيه، مباشرة كان في رد وتجاوب وجدية، هاي أهم شيء إنه يكون في جدية. تجربتي الخاصة بلشنا بالمرحلة الأولى، كانت دورة 3 أيام تعريفية ومكثفة، إضافة لكان فيها بيان عملي. خلال هاي الدورة نحن ملينا استمارات عرفوا فيها شو هي توجهاتنا، إنه حابين نستمر ولا لا، حابين نكون رديفين ولا لا للدفاع المدني، طبعا متطوعين بمؤسسة صناع الريادة. من خلال هاي الاستمارة عرفوا شو بدنا نحن أو شو حابين نكمل كل واحد أي اختصاص. سوينا دورات تعميق بالمرحلة الثانية بمجال الإطفاء بمركز ضخ المزرعة، سوينا حرائق مفتعلة وجربنا كيف نطفيها بكذا نوع من علب الإطفاء اللي كانت موجودة أو عبوات الإطفاء. وبعدين المرحلة الثالثة هلأ اللي نحن هلأ فيها عم نساوي دورة تشكيل قائد مسعف بمديرية الدفاع المدني. أستاذ ريم، يعني ذكرت الأستاذة هبة تجربتها معكم وقديش فعليا مهم اليوم تلقي هيك دورات وفكرة الاستدامة، يعني هي عم تحكي عن عدة دورات تم الاشتراك فيها، لأنه أساسا في عدة مشاكل ممكن يتعرض إلى الواحد أو عدة كوارث. خلينا نحكي عن تفاعل الموجودين بالدورات التدريبية، كيف عم يكون التفاعل وجهود المتطوعين، لأنه كان أكيد المتدربين بيتحولوا لمتطوعين ممكن يكونوا معكم أساسا في دورات قادمة. هلأ اول شغلة كان الإقبال كتير كبير، الاندفاع كتير كبير، حاولنا نأطره بشكل سليم ضمن هاي الدورات. الأشخاص اللي كانوا أكثر اندفاعاً، رح نقول مندفعين، حابين يتعلموا فقط للتعلم، في أشخاص حابين لا يتابعوا لحتى يوصلوا للرديف للدفاع المدني. هدول الأشخاص أخضعناهم لدورات أكثر تخصصية، يعني الدورة المكثفة هي عبارة عن 3 أيام، 30 ساعة مكثفة لثلاث أيام. فنحن خلال هالثلاث أيام عطيناهم شيء له علاقة بالإنقاذ والإخلاء، الإسعاف والإطفاء، ولكن اللي كان عنده رغبة بالتعمق أكثر مثلا بالإطفاء أو تعمق أكثر بالإسعاف أتبعناه لدورات عم تقيمها مديريات الدفاع المدني أكثر تخصصية لحتى يكونوا قادرين يتعاملوا مع الحالة، إخلاء إنقاذ أو إسعاف أو إطفاء. فالأستاذة هبة اتبعت دورة قائد تشكيل إسعاف بالإدارة العامة اللي هي بتخرجها كمسعف
مدرب. هاي الدورة مدتها 6 أسابيع، فنحن في عنا مجموعة من الدورات لحتى نصير أكثر تخصص. اليوم أنا وأنتي لما بدنا لا سمح الله يصير عنا أي حادثة بالبيت، لما بنطلب شخص متطوع مسعف نطلبه حدا عنده أكثر تخصصية، مو بس عنده فقط المعلومات الأساسية. صحيح. الدورة المكثفة اللي هي خلال 3 أيام والاندفاع اللي كان لها، نحن أهم شيء كنا عم نشتغل عليه على حالة التوعية بمهام الدفاع المدني، وحالة التوعية بأنت شو تتصرف في حال صار معك أي كارثة بالدقائق الأولى لعبال ما يجي الجهات المختصة، سواء كانت إسعاف أو كانت إطفاء أو كانت دفاع مدني أو كانت أي جهة هي مختصة بأي كارثة عم تصير عندك. فنحن هاي الحالة المكثفة بالدورات المكثفة غير كافية لأنه يطلع منها كمسعف رئيسي أو منقذ رئيسي، ولكن قادر يتعامل مع الدقائق الأولى بشكل سليم وصحيح. نعم. يعني هبة، خلينا نقول من خلال تجربتك، يعني مثل ما حكت الأستاذ ريم أنه هاي الدورات بتخلي الشخص يعرف شو أهم شيء لازم يعمله وكيف لازم يتصرف بأي فاجع أو كارثة أو حريق أو أي شيء ممكن يتعرض له مفاجئ. قدي حسيتي أنه أنا صرت قادرة هلأ أتخطى أي شيء ممكن، مو بس ساعد نفسي كمان ساعد الآخرين ولو بقدر معين، يعني لبين ما يجي الجهات المختصة بهذا الموضوع؟ لا، نحن والآن سيرين كنا عم نحكي تحت الهواء أنه مبارح بالبيت أنا صار عندي حالة، أختي تعرضت لشدة عصبية، مباشرة قدرت أتعامل مع الحالة ونتيجة هاي الدورة المكثفة التعميق للإسعاف قدرت أعرف شو هي بشو عم تمر حالياً وأنا كيف لازم أتعامل معاها لبين ما توصل سيارة الإسعاف. يعني بلشنا الاستفادة كانت مباشرة من البيت، أو ممكن أنا أتعرض، أنا مثلاً من فترة أخذت قدرت أني أعطي إبرة لحالي. فلهي المرحلة وصلنا، كسر حاجز الخوف، قدرنا هلأ نحن بهاي المرحلة بالإسعاف. كانت 4 أسابيع ضمن مديرية الدفاع المدني، وهلأ الأسبوعين الثانيات حنكون بالمشافي. أكيد بدنا نقول لكم يعطيكم العافية، بنتمنى لكم التوفيق. وكنا عم نحكي عن مؤسسة صناع الرياضة هي هدفها الاستدامة، فبنتمنى الاستدامة بهي المشاريع والدورات التدريبية لأنه في إفادة كتير كبيرة اليوم للشباب السوري. شكرا كتير لك. شكرا كتير لكم، يعطيكم العافية. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية.